انا عايز اقول لكم ان احنا الاول موجودين في المكان ده عشان احنا بنحضر لكم عظمه جديده. بس قبل العظمه دي عايزين نقول لكم على حاجه كنا قلناها لكم في الفيديو ده وهنفكركم بيها دلوقتي. بالنسبه ل الابلكيشن ده يا جدعان، عايز اقول لكم ان هو عامل جوائز دلوقتي خطيره جدا. الجوائز دي منها سامسونج 20 الترا، يعني انت لما بتنزل ابلكيشن بس وتسجل اسمك بتدخل في السحب على الحاجات دي، سامسونج 20 الترا وابل ووتش سيريس 6 وكمان ايربودز برو ماكس. يعني هتدخل الحاجات دي كلها تدخل فيها السحب اول ما تنزل ابلكيشن وتسجل اسمك. فدوسوا دلوقتي حالا على اللينك ونزلوا ابلكيشن وسجلوا اسمك وشوفوا الفيديو. طبعا مش عارف نجيب لكم دلع ايه تاني اكتر من كده، كل ما بنلاقي ابلكيشن عظمه بنيجي نجيبه لكم زي الفل. خش دلوقتي حالا سجل اسمك وما تضيعش الفرصه بتاعت المسابقه دي. عشان تدخلوا السحب اول حاجه هتعملوها ان انتوا هتدوسوا على اللينك ده وهتنزلوا الابلكيشن. بعد ما تنزلوا الابلكيشن على طول هيظهر لك ان انت لازم تسجل، هتكتب رقم موبايلك وتسجل عادي، بعد كده هيبعتوا لك الكود، هتكتب الكود، بعد كده هتعمل يوزر نيم وباسورد. ايه ده، مين اللي حط بتاع سودا كده على الباسورد؟ ايه الجلاسه دي؟ كان نفسي اوريه لكم يا جدعان. بس كده يا معلم، الف مبروك، انت كده سجلت ودخلت معانا في السحب. وعشان تزود فرصك في السحب ممكن تشتري مساحه تغطيه وهتكسب يو كوينز كتير، وكمان هتبقى كسبت مساحه كبيره للموبايل.